وقليلا من الآخرين على سرر موضوعا مهتدين عليها متقابلين يطاف عليهم ولدان مخلدون بأكوام وأبواب وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم خير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجن مخضون وطرح مأمون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وكانوا يسرون على الحنث العليم وكانوا